شي فالاطار كنا نقدموا الشكر للاطار الحداوي اللي كيقوم بهاد المبادره اللي كيجمع الدراري كيكونوا في يا راجعين من شي بليسور يا كانت عندهم شي وضعيه مع شي فريق كانوا في نزاعات وداك الشيء كيقلبوا عاوتاني على باش يبداو عاوتاني الاستعدادات ديالهم في ظروف جيده. هاد التجمع كيوفروا لنا السي الحداوي بالمساعده ديال الاطر السي سهيل ولا السي المحذوفي ولا الطاقم الطبي كيوفروا لنا جميع الظروف لا من لوطيل 5 ايطوال كان لي زونطريمون دو هو نيفو باش اللعابه حتى هما كيعاودوا الاستعدادات من الاول باش الا كان الحمد لله شي فريق باش كيمشيو في افضل الاستعدادات وان شاء الله كيكونوا مقابلات وديه ان شاء الله غادي نقوموا بهذا المعسكر ان شاء الله وكنتمنى للدراري مسيره موفقه ان شاء الله في باقي الدورات. الحمد لله كنبغي نشكر السي مصطفى الحداوي رئيس اتحاد اللاعبين وحشريفي بدون فريق وستاف تكنيك سي محمد سويل سي هشام حذوفي سي رضا لطفي سي مراد حديود كنشكر حتى ستاف ميديكال كاع اللي صارين على هاد الدوره هادي والحمد لله الاستعدادات كتمر باجواء زوينه اخويه. هاد الدوره هادي كتعطي واحد الفرصه للاعبين اللي ما سيناوش راك عارف شحال من لاعب كاين لاعب اللي تيرزيلي مع الفرقه ديالو كاين لاعب اللي يلاه راجع من البليسير هذه هاد الدوره هذه كتعطيك واحد الفرصه كتشد مع ماتشات مع فرقه ديال بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون ونتمنى يشوفوك لي زاجون يشوفوك مدربين يشوفوك فراقي وراه شحال من لعاب راه سينا بفضل الدوره هذه. الاستعدادات كتمر في اجواء جيده الحمد لله. كنشكر الاتحاد المغربي على هذه المبادره هذه كيساعدوا الدراري اللي كيكون عندهم مونك كومبيتيسيون كيكونوا ما لقاوش فراقي بزاف راك عارف بلي بعض المرات كيجيو لي بليسير كيجيو شي حوايج كتكون خارج على الاراده. الحمد لله كنشكر الاتحاد المغربي اللي كيعاوننا وكنجيو كنبقاو شادين لا فورم ديالنا او ميم طون الا كان كيشوفونا فراقي باش الا كان زعما شي كان زعما اون فورم باقيين في لا فورم ديالنا يمكننا نلتحقوا بفرق في زعما في هذا الميركاتو هذا وكنتمنى التوفيق لجميع الدراري اللي جاوا باش يشاركوا. الاستعدادات كما شفتوا كتمر في اجواء جيده الحمد لله حتى الدراري كاينين دراري في مستوى. كنشكروا جميع الاطر لا سي محمد سهيل لا سي مصطفى الحداوي لا باش ما ننساش واحد جميع الاطر كاملين هشام محذوفي كيعاونونا وكيعطيونا من الخبره ديالهم كنستافدوا منهم وكنتمنى ان شاء الله اننا نتوفقوا وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.